في إطار مشاركتها ودعمها لمهرجان الضفرة لمزاينة الإبل 2023، نظمت بلدية منطقة الضفرة عدداً من الفعاليات والمسابقات الثقافية والرياضية على مسرح المهرجان في سوق الضفرة التراثي وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير. وتضمنت المسابقات أسئلة تراثية وتاريخية متنوعة لتعريف الأجيال بتاريخ الإمارات، وشملت الفعاليات أيضاً إنشاد شيلات تجسد قيم التسامح والعطاء، بالإضافة إلى مسابقة أجمل زي تراثي، كما قامت البلدية بتقديم جوائز متنوعة للفائزين. أطلق برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية أول برنامج معتمد دولياً للتمارين الحية بالمحاكاة في المستشفيات تأهب في بادرة هي الأولى من نوعها لتعزيز الاستجابة الطبية خلال الطوارئ والكوارث في المستشفيات للارتقاء بمستوى وأداء الكوادر الطبية من العاملين في مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة. بحثت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وجائزة خليفة التربوية أفاق التعاون المشترك بما يخدم مسيرة النهوض بالعملية التعليمية في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والذي طرح لأول مرة على مستوى العالم بهدف تسليط الضوء على التجارب وأفضل الممارسات العالمية في رعاية الطفولة المبكرة وتوفير البيئة المحفزة لها على الإبداع والابتكار والريادة في المستقبل.